نتكلم في موضوع يهم الكثير جدا من الناس، استعادة الآمنة للشباب والتقدم، أثار تقدم العمر على الوجه. مثال جامد قوي هيبان لحضراتكم انه قد ايه الجراح بيقدر يوزن الميزان اللي عنده اللي بتيجي تشتكي من تحت العين. تبص تلاقي فيه تقدم العمر باين جدا في العين تحت في الجفن السفلي، هنتكلم دلوقتي على الجفن السفلي. خط بتاع مجرى الدموع باين اتحفر في الجسم في الوش هنا كده، خط في الحته دي، وابتدت ترهلات تبان في الجفن، وسقط الجفن اللي كان مرفوع لفوق ترهل لتحت، جلد مترهل، خطوط بالعرض، مجرى الدموع نازل خالص باين، والحته دي فاضيه في فراغ تحت العين. لغايه قريب قوي كان انا كجراح هتجيلي ديت افكر في عمليه اسمها شد الجفون، وهفتح الجفن من تحت الرموش على طول، افتح الجلد واقلبه لبره واتعالج مع الدهون اللي فيها، واشد الجلد واخيط وقص تاني، قص وخيط تاني. ولا زال ده ممكن يتعمل برضه في حالات كتير، لكن الحالات الاول اما بتيجي بنفصصها. ايه يا ترى اللي خلى الجفن يسقط؟ لانه مبدئيا مفيش حاجه سنده من تحت، الدهون اللي كانت موجودة في الجسم أصلا في الحتة اللي تحت الجفن دي في الخد من هنا راحت، ففي مادة مالئة رافعة اسمها مادة مالئة رافعة من حامض الهيالورونيك، يعني بتبقى آمنة جامدا، بتدوم تقريبا سنة ونص إلى سنتين، وتتحقن هنا بطريقة معينة تقوم تسند. هي ما نفختش، ما ادتش خدود كبيرة. لو عايز أخلي خدود كبيرة هخلي، لكن انا اساسا بديها علشان ارفع، اعمل سبورت. اهي الرفعه دي لما اتعملت كده، مجرد انا عملت كده هتلاقي الجفن ده طلع، يبقى لقى حاجه تسنده، ولما عملت كده الخط ده اتحسن يبقى راح. يعني مجرد حنت هنا صلحت حاجتين، ودي كمان اتملى الخط الفراغ اللي كان بتاع مجرى الدموع اللي كان هنا. بس ده مش كفايه. ليه؟ لان لسه الجفن فيه ترهل، لسه الجلد فيه ترهل. فابتدا التكنولوجيا الجديده بقى طلعت لنا ماده بنقدر نحقنها مخصوصه عشان الحته دي، انه بنيجي خرم صغير او بعيد بابره رفيعه جدا وبندخل بيها كانيولا رفيعه جدا لا يمكن تبان، ونخش في حته تحت العضله ونحقن الماده دي بيسر وبسهوله. ليه؟ لانها سائله شويه، التركيبه بتاعتها الكيمياء بقى والتقدم التكنولوجي، مش الحكايه كده اي كفته. ده لما لقوا حطوا وزن معين للماده اللي هي هيالورونيك اسيد بطريقه معينه في ماده مذيبه معينه، وصلوا لحاجه خلتها تبقى تتفرد كده زي ما يكون ما فيش حاجه محطوطه، مش حته عاليه وحته واطيه، مش هتكلكع، مش هتبان، وتحط بطريقه معينه وتتفرش في الحته دي، تقوم تبص تلاقي الجفن رجع كما كان. نقدر نحصل على نتائج جراحيه بدون جراحه، بس هو تكنيك صعب، عايز دكتور يكون بيعرف يعمله. وكمان لما حطينا عليها البلازما اللي بناخدها من الدم البي ار بي، عالجت كمان الهالات السوداء. تعالجت الهالات السوداء وتحسنت بنسبه لا تقل عن 70%. يبقى خدنا ثلاث عصافير بحجر واحد. الحقنه دي فردت الجلد وادت علاج للهالات السوداء، وفي نفس الوقت رجعت الجفن لفوق، رفعته، لانها بتدخل ترفع الجلد لفوق كده. تقعد قد ايه؟ بتقعد حوالي سنه. يبقى انا اشوف وصلت النتيجة جميلة جدا، ككاد تكون ان انا عملت جراحة، بينما انا هي مش جراحة. لو موضوع زايد عن كده والترهل جامد قوي خلاص يبقى مش جراحة. انما تقريبا اكتر من نص الحالات اللي فيها ترهل في العين اللي كنا بنعمل لها جراحة قبل كده بقت ما تعملهاش جراحة بالطرق الحديثة دي. هو ده بقى ميزة ان انا كون جراح بفهم وبشترك وبزلع وبعمل الحاجات دي، احنا بنطلع نفسي بنطور نفسنا معاها. يعني انا واحد من الناس، انا بقى مدرس او هنقول استاذ في اكاديميه دوليه بندرس الكلام ده، حاجات المواد الجديده اول باول، بس الناس عرفتها واتخذتها واشتغلتها، نتائج حلوه خلاص الناس اتصلت بتيجي عليها. دي كانت عندي قبل ما اقول الحدوته دي، عندنا اتصال من مين؟ قلت حضرتك في اتصال؟ ما فيش اتصال. كان انا لسه جاي امبارح من الكويت، كان عندي زياره طويله هناك، ليا الحمد لله ليا هناك ناس كتيره بتحب تيجي لي، وانا بحب الكويت واهل الكويت.